زي ما حضراتكم شايفين تقوية في الرجول، بسم الله ما شاء الله، أحسن ما احنا عملناه التقوية في أول الرجل، ده حاجة كويسة جدا جدا. تاني حاجة، كان في ناس بتشتكي من البنز ده، البنز ده كان بيتكسر، فبفضل ربنا احنا عدنا في الاسطمبة بقت كلها تمام. الألوان في كذا لون، عشان مش حد يقولي مثلا أنا شفت اللون ده في الفيديو كان عايز اللون ده، لا، ألوان كلها فاتحة بسم الله ما شاء الله، وحاجة حاجة محترمة جدا، حاجة متينة وكويسة جدا، يعني الناس بتشكر فيها. زي ما حضراتكم شايفين التفنيش هنا بقى بسم الله ما شاء الله حاجة ناعمة، مفيش أي رايش أو أي زيادات من الاسطمبة.